التفعيل ضابط الشباب بتوعنا من اجل دعم مرشح الاسلام ووضع حمله انتخابيه محترفه للمرشح الاسلامي القادم سواء برلماني او رئاسي بغض النظر عن انتماءه الحزبي وبغض النظر عن النظره الحزبيه الضيقه كما تعهدنا مع بعض. في اربع نقط اساسيه محتاجين ندردش فيهم بسرعه ونحط عليهم سبوت كويس ونعمل عليهم هايلايت عادي. نركز عليهم. معلش يعني الانجليزي يعني نص حياتنا كانت مع اجانب سامحونا، لكن الشيخ كشك بيسالوه بيقولوا له هل التحدث بالانجليزيه حرام؟ قال لهم نو. حطوا عليا خدوني على قد عقلي. اول نقطه كانت التطوير المستمر. ايه قصه بتاعك؟ الاجتماع ما خدش اكتر من 10 دقايق. ده الراجل دخل قال لنا تاني. قال لنا مين فيكم يعرف ان عندنا في شركتنا في مشاكل؟ طبعا كلنا رفعنا ايدينا. مين يعرف المشاكل اللي عندنا مشاكل عنيفه؟ كلنا رفعنا ايدينا. الراجل قال والمشاكل اللي ما تعرفوهاش جوانا واللخبطه اللي ما تعرفوهاش انت في المقر الرئيسي في دبي اكبر بكتير من المشاكل اللي تعرفوهاش. بس هسألكوا سؤال، لو تعرف كلام في الدنيا ما فيهوش مشاكل وتحديات مني قول لي عليه مين في شركتنا وروح مع بعض سوا. الجماعة شركات الدنيا الكبرى ايه؟ مرسيدس، بي ام، مايكروسوفت، مليانه مصايب جواها. ولكن الفرق انها ايه؟ انها طول الوقت مش بتسلم، طول الوقت بتقدم وبتطور. بط الموجه ووجود سيستم للعمل دي واحده من المؤشرات النجاح الهائله جدا. عندي بعد اذن حضرتك السلايد ده في فترة الحمد لله رب العالمين، أنا آسف يعني والله مش استعراض، بس يعني أنا ببشر بإيكم، أنا عارض الصور ده لسبب هقول حضراتكم دلوقتي، يعني ربنا أكرمنا الحمد لله واتدربنا على إيه فعلا أكبر خبراء الإدارة في الأرض، أكبر على فكرة إدارة حزب زي إدارة مؤسسة زي إدارة كيانات كتيرة جدا متشابهة، وأنا قاعد باخد كورس حملات انتخابية كأني بالظبط قاعد في كورس تسويق. فاكر هو نفسه وأنت بتسوق لمنتج زي ما أنت بتسوق لمرشح زي ما هو الكونسيبت بتاع التسويق 80% من الافكار هي هي التسويق كانه كم مره. فضربنا بقدر الله على ايه؟ اكبر كبراء الارض، الواحد الحمد لله رب العالمين كان قاعد فكر فقبل الثوره ازاي يخدم دين ربنا؟ ازاي الصف بتاعنا دوت ربنا يكرمه ويبقى فيه من يكون اب تو ديت وباستمرار مع تواصل مع اعلى ستاندردز واعلى كواليتي في الاداره، لان تقريبا بعد اليقين بالله عز وجل وجبر اسباب الغيب احنا لا نبص الا شويه نظام وشويه ترتيب. كل دول انا بفضل الله الاسماء دي اكبر اسماء على ستيفن كوفي، تيم بولسون، فرانك تريسي الى اخره. ليس تباهيا والله بنعمل ده، بس بنطمن حضراتكم كل دول بيبشرونا وبيقولوا لنا ان اللخبطه والتحديات والصعوبات هي جزء لا يتجزا من النجاح. عارف بقى لسه حاجه بالسلايد دي؟ اتفضل كمل السلايد دي كلها. طيب بدون سيستم اخي الكريم النهارده عندنا عشرات الحمد لله عندنا عشرات الاحزاب وبعض هذه الاحزاب وكثير منها احزاب اسلاميه. من غير نظام ومن غير ترتيب جوه التيارات والحركات الموجوده جوه هذه الاحزاب ايه ممكن يحصل؟ ايه ممكن يحصل؟ يحصل خسائر بشعه. عندكم في حزبكم لوائح حمل؟ عندك لوائح حمل فليك صادق مع نفسك. طيب عندك لوائح عمل واضحه مكتوبه؟ عندك لوائح عمل عارفها رئيس الحزب وامين السياسات والاوفيس بوي؟ عندك سيستم ما يخرش الميه لو واحد دخل النهارده تربيه شويه 10 12 بقى تقول له ساكن ده كانك عرفت كل اللي فاتك في الحزب؟ لو ده مش عندك هنخسر كتير قوي. ايه الحاجات اللي ممكن نخسرها؟ نخسر كتير جدا جدا من المتطوعين. ما في اخ بنساله كل يوم نفسك تخدم دين ربنا؟ نفسك تشارك في المرحله الجايه الا ويقول لك انا معاك مش بس انا معاك شوف انت عايز شوف انت عايز مني ايه بس وانا معاك صح؟ كام مره تسمعوا الكلام ده؟ كتير. كام مره في الفتره اللي فاتت وخلونا صافيين مع نفسنا كام مره في المره اللي فاتت وانا اخص الاحزاب الاسلاميه اللي هم طبعا حته مننا واللي احنا موجودين في بيتهم يدخل متطوع واثنين وثلاثه وعشره والف وبسبب سوء الاداره او ضعف الاداره او الترهل الاداري ايه اللي يجرى له؟ يقفش ويطلع. فاحنا كده بنخسر متطوعين وجوه حصل مع مين ما يجمع الكلام دوت؟
مين لاحظ ده الفترة اللي فاتت؟ خلينا شجعان، اعرف بسبب مش مشكلة. احنا عندنا ثغرات وعندنا عيوب وهنواجه ذاتنا بيها، بس الأول نواجه ذاتنا بيها. كام مرة نخسر المتطوعين حتى ماديا بسبب قلة ثقتهم في جودة الإدارة بتاعتنا للمنشآت بتاعتنا؟ أخ بيحكي لي بيقول لي إن هو في كيان ما، كيان يعني إسلامي بغض النظر بقى هو جماعة هو حزب هو مستشفى هو جمعية، يقول أقسم بالله أنا جاي معايا في يوم من الأيام فوق السبع رجال أعمال، أعلم إن أقل واحد فيهم ممكن يتبرع بمئة ألف جنيه للحزب ده، وجاي وأنا فرحان في قمة النشوة وأنا داخل على الحزب فوجئت وأنا معايا الناس دهية، والناس دي جاية مستوية يعني الناس دي جاية مخلصت بس أنا مخلص معاها. وأنا داخل في وقت المعاملة الرسمية لقينا الحزب إيه؟ قافل. ايه اللي حصل؟ قعدنا ساعة على الباب لغاية لما الراجل جه فتح، وطبعا صباح اللخبطة. الرجال الأعمال دول فقدوا الثقة في إن هما يعني يساهموا في الخير في كيان بهذا الشكل. كانوا على كيان كبير جدا جدا. وهذا ليس من جلد الذات إنما هو من أجل الوضوح مع النفس. بصوا بنخسر قد إيه لو إحنا ما عندناش البروفيشناليتي دي في إدارة المؤسسات بتاعتنا وما عندناش الفكر الإداري. هنخسر متطوعين. هنخسر متابعين مع أموال، هنخسر معلومات. كنا بناخد كورس رائع جدا في الكواليتي اشورنس او اداره الجوده، فكانوا بيقولوا لنا ان الخسائر ليست فقط خسائر ماديه في البيزنس، قالوا في سبع انواع من الخسائر، منها خسائر المال ومنها خسائر الوقت ومنها خسائر المجهود ومنها خسائر الكفاءات اللي بتسيبها. كل دي انواع من الخسائر محتاجه وقت. المعلومات، فقد المعلومات. عندك لوائح عمل ترتب المعلومات تسكن فين ولا لا في الحزب بتاعك. احنا كنا نخش بعض الشركات تلاقي في كل ركن من الاركان في ورقه متعلقه. مين شاف كده لو بعض الاخوه بيشتغلوا في شركات كبيره؟ في كل ركن تلاقي تعليمات وارشادات، بوليسي تيرمز كونديشنز بتوجهك تقول لك تعمل ايه. حتى البوليسي بتاعتك في الحزب لازم توصل الى كيفيه التعامل مع جهاز الكمبيوتر. ايه ده؟ مش مبالغه شويه؟ يعني اعمل وانا داخل على قدامك، انا بتكلم عن انتخابات رئاسه ومصير امه وانتخابات برلمانيه، معقوله اللي انت بتقوله ده لدرجه ان انا اعمل بوليسي ازاي اتعامل مع الكمبيوتر؟ ركز في المشهد ده، مشهد افتراضي. تخيل انت لو اكسل شيت فايل، الفايل بتاع الاكسل شيت فيه النواب بتوعنا واحنا حاطينه على الديسك توب وقبل ويندوز ده، ايه اللي هيجرى؟ ها؟ طارت كل الداتا، نقعد نعمل ايه تاني؟ نقضي وقت وربما عشان نجيبهم وربما بعضهم ما نعرفش نوصله تاني. لازم يكون في بوليسي يقول ان الديسك توب ما تحطش عليه فايلات خالص ولا مهم ولا غير مهم احطها جوه. لو ما عملتش كده هتلاقي بقى تسريب في المعلومات، تسريب في الوقت، تسريب في الفلوس تاني، لانك هتدفع الفلوس دي مره تانيه علشان الراجل دوت الموظف دوت يرجع يعيدها تاني. كتير من الوقت هيضيع، وبالتالي طبعا ده بينعكس على ادائك والبرفورمانس بتاعك انتخابيا، فيعكس كمان على الاصوات، وبالتالي يحصل كمان كثير من الفقد في الاجر اللي هو مقصود الحقيقي بسبب عدم تقديمنا للمشروع الاسلامي بطريقه محترمه. عندي اسئله صادمه كثيره لكل حزب اسلامي او غير اسلامي، على فكره اللي احنا بنقوله ده مش فقط لينا احنا كاسلاميين بس، انما حتى الاحزاب غير الاسلاميه غير مرتبه. هذه حقيقه. اغلب الاحزاب غير الاسلاميه كمان جديده على هذه المساحه. عندك لوائح، كيف يتم الفصل؟ ليه مثلا السؤال الصادم ده؟ كتير قوي من الناس بتقعد تركز نجيب ازاي اعضاء، نجيب ازاي توكيلات. طب لو واحد شاذ وخالف يتفصل ازاي؟ عندك لوائح توضح ده؟ ايه اللي انا لو عملته ابقى انا وحش ومطلوب عليا في الحزب بتاعي؟ ها؟ طب كيف يتم الفصل؟ ده موضوع تاني، مين اللي بيفصل؟ عندك لجنه تحقيق بتعمل دوت؟ اسئله من دي كتير قوي. عندك لوائح ماليه؟ التبرعات بتتلم ازاي والاشتراكات مين بينمها؟ هذه الاسئله كلها يا اخوه لازم نقضي المنسقيه الحمد لله رب العالمين بتقضي وقت كتير قوي 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 في الاجابه، داخليا هي نفسها عشان تقدر تقدم ده للاحزاب الاسلاميه، لازم هي داخليا يكون عندها المستقبل دي.